إقبال العائلات الكثيفة خلال موسم الاصطياف على مختلف التظاهرات الفنية والثقافية، جعلت مسؤولي هذه الأخيرة يسعون جاهدين لتوفير كل وسائل الراحة والاستمتاع، خصوصا ما تعلق بالجانب الأمني. التقرير لطارق مغنم وتوفيق ضيف الله. هذه الجموع من العائلات والشباب التي وجدت في القرية السياحية كابريتور ببجاية ظالتها لقضاء عطلة مريحة وللاستمتاع بسهرات مهرجان صيف النجوم، لكن ما يزيد من المتعة والراحة هو نشاط أعوان الأمن المتواجدين. En tout cas, c'est la première fois que je suis à Béjaïa et je suis très contente. Nous passons de très bonnes vacances. Les agents de sécurité sont à leur place. L'organisation est formidable et on s'amuse très très bien. توفير الأمن طيلة السهرات يبعث الاطمئنان في نفوس العائلات الحاضرة والفنانين، وهو ما يعود للمنظمين الذين يسعون لتقديم الأحسن. طاقم الأمن الحمد لله كان عندنا أن بلون داكسيون أو ديبار، درنا دي جروب، قسمنا دي جروب، حتى لدركا رانا عندنا سان جور ديجا دو ترافاي، الحمد لله ما لقينا حتى مشكل. الأكيد أن الاستمتاع بالعطلة الصيفية لا يكون إلا بتوفر الأمن، وهو ما جعل العائلات الوافدة على هذه الفضاءات تقضي أوقات سعيدة على ركح المسرح الروماني.